أهلا بكم مجددا. اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبعد اجتماع وزير التجارة الإسرائيلي بنيامين بني إليعازر ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، لم تفلح في وقف تصاعد التوتر السياسي بين إسرائيل وتركيا، وصولا إلى تهديد تركيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ورد تل أبيب بأنها لن تعتذر على مهاجمة سفن المساعدات إلى غزة وقتل 9 أتراك على متنها. والسؤال هو، هل تقدم تركيا على تنفيذ تهديدها وتقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، أم أن ما يجري هو مجرد تهويل هدفه رفع سعر إعادة ترتيب الأجواء بين أنقرة وإسرائيل؟ وفي حساب الربح والخسارة سياسيا واقتصاديا، ما حجم تأثر تركيا بهذا القرار، وماذا عن التعاون العسكري بين البلدين؟ التهديد التركي بقطع العلاقات مع إسرائيل في حال لم تقدم اعتذارا وتدفع تعويضات عما لحق بقافلة الحرية، كما جاء على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو بعد لقائه بوزير الصناعة والتجارة بنيامين بن إليعازر بطلب من رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤل حول مدى استعداد تركيا لتوتير علاقاتها مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، أكبر حلفاء إسرائيل في العالم، وما هي خيارات أنقرة البديلة في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود مع تل أبيب. ميزان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والذي يقارب المليارات الثلاثة يميل لصالح إسرائيل، خصوصا في المجال العسكري الذي يصل إلى نحو 60% منه، ويطال تحديث قطاع الطيران الحربي والدبابات وشراء طائرات من دون طيار ورادارات محمولة ومعاهدات استراتيجية تشمل التدريب العسكري والاستخدام المتبادل لأجواء البلدين. وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية أن يزداد مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكن ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، بدأت السلطات التركية تقليص اعتمادها على الخبرات الإسرائيلية، وصولا إلى إلغاء مناورات مشتركة وإقفال الأجواء التركية أمام الإسرائيليين بعد حادث قافلة الحرية. ولم تسقط القيادة التركية إمكانية أن تلعب إسرائيل دورا سلبيا للتأثير على علاقاتها مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، ولمواجهة ذلك بدأت سلسلة من المصالحات الإقليمية والانفتاح على العمق العربي والإسلامي وتبني قضاياه كشريك اقتصادي بديل، والرهان على حاجة واشنطن لتركيا بقدر حاجتها لإسرائيل، على الرغم مما سيخلقه من صعوبات أمام سياساتها الإقليمية ويضيق الخيارات أمامها. حسن فحص، العربية.